يقال على أصحابي قصصا تتلأ لو كالأقوى وحكايات بلحا من أبي المغامرات مع عيوني والأصدقاء إلا نشاهد يا أصحابي ما يجري الآن وكل مساء من أمان يفرع حكم الحي والأمان برفقة يوم والأصدقاء بصديقنا بيوم طويل الأدنى لكم مختلفين لكن بلغوا قلب كبير ولذلك نحن معهم مشاركين هيا نقال على أصحابي قصصا تتلأ لو كان أقوى وحيانات فلحاما آمنوا